معايا الآن عبر الهاتف الأستاذ رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. أهلا بيك أستاذ كريم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. طيب حضرتكم قدمتوا طلب لرابطة الأندية علشان تغيروا ملعب برج العرب وتلعبوا في ملعب تاني، ممكن نعرف تفاصيل أكتر يا فندم؟ الحقيقة كابتن كريم، الفترة اللي فاتت سائد جدا حالة أرضية ملعب الجيش في برج العرب اللي النادي المصري بيلعب كل مبارياته عليه. فسوء حالة الملعب أدى لإصابات كبيرة جدا من اللعيبة، وصلنا لعدد 9 لاعبين إصابات. وسوء حالة الملعب مع الأحوال الجوية في اسكندرية زي ما حضرتك عارف، الملعب مش متمكنين ان هم يعملوا عليه صيانه ولا حاجه. فاحنا طلبنا من الرابطه رسمي اختيار ملعب بديل عشان نحافظ على لعبتنا عشان نقدر نكمل الموسم على خير ان شاء الله. هل سميته ملعب تاني؟ لا احنا ما حددناش، وقلنا ان الرابطه تختار ملعب بديل لكن يكون صالح للعب ونقدر نحافظ على لعبتنا. ممتاز. الرد جالنا احنا محتاجين ان هم يراجعوا الموافقات الامنيه على الملعب البديل. معنى هذا الكلام الى ان تاتي الموافقات الامنيه على الملعب البديل، طب الملعب يعني مش هيتلقى اي اصلاحات او صيانه لان لازم يتوقف اللعب عليه عشان يبقى فيه اصلاحات. صحيح. فاحنا طلبنا طب ما ناجل الماتشات لغايه لما ناخد وقت، اما ان الملعب يتصلح او اختيار ملعب بديل توافق عليه الجهات الامنيه وترشحه الرابطه. ده الموقف بالظبط. هم ردوا عليكم؟ ردوا عليكم على المقترح الثاني ده؟ لا، المقترح الثاني في انتظار احنا الرد عليه. تمام. فهم قالوا لكم لسه شويه في الرد على ده والرد على ده. لو ما هو الرد يا كابتن كريم، النهارده الملعب ده عشان يتعمل له صيانه لازم اللعب يتوقف عليه عشان دورة الصيانة تاخد وقتها وتاخد مجراها. أول مباراة ليكم على استاد برج العرب امتى؟ الثلاث إن شاء الله مع البلدية. يوم الثلاث، لو رابط الأندية ما ردتش في دي أو دي هتعملوا إيه؟ يعني خلينا ننتظر الموافقة، إحنا بصدد الحفاظ على لاعبنا، لما اللعيبة نوصل لتسع إصابات طب بننتظر إيه يعني لما الفرقة تتصفى؟ ناهيك عن إن إحنا طبعًا استاد برج العرب ده بقى أزلي بالنسبة لنا، بقى لنا سنين بنلعب على برج العرب على طول. يعني عاوزين رأي منصف بالنسبة للنادي المصري لاعبين وجماهير يعني. عظيم. عايز أسألك بقى على الفرقة نفسها. المصري كنت لسه بتكلم من يومين، ما كان معايا هنا كابتن عمرو الدسوقي بنتكلم على انه فرقه محترمه جدا، تشكيله محترمه جدا من اللاعبين، مدرب كفء جدا وجهاز فني محترم بقياده الكابتن علي ماهر. هل النتائج بتاعت المصري انتوا راضيين عنها ولا النتائج ما تساويش هذه القيمه الكبيره سواء في اللاعبين او الجهاز الفني؟ يعني احنا طموحاتنا اكبر من كده بكتير. السكواد اللي عملناه عالي جدا وجهاز فني محترم. صحيح. لكن مش هنتحاسب بالقطاع، قد يكون هناك حظ عاثر او سوء توفيق بالنسبه للاعبين، لكن بنتمسك بضروره تحقيق طموحات النادي المصري تتناسب مع حجم الجهود اللي بتتم وحجم الانفاقات اللي بتتم في النادي المصري خلال الفتره الحاليه. هل في وقت ترشيحات لمدربين مصريين لمنتخب مصر، هل الكابتن علي ماهر اتكلم معاكم في اي حاجه من هذه الامور انه ممكن يروح يدرب منتخب مصر؟ لا يعني احنا سيبنا الامور، احنا كنا وما زلنا بنتمسك بوجود الكابتن علي على راس الجهاز الفني عندنا. اما موضوع منتخب مصر ده كان كلها يعني كلام على السوشيال ميديا، لكن رسميا او ما فيش حاجه حصلت يعني. ما فيش حاجه حصلت. هسالك على الدعم الكبير جدا اللي واخده الكابتن حسام حسن والكابتن ميمي حسن من كل الشعب المصري دلوقتي في اداره منتخب مصر، ولما بسالك انت كمسؤول في النادي المصري، لان حسام وابراهيم يعني اكتر نجاحاتهم كانت دائما وابدا مع النادي المصري البورسعيدي، تتوقع ليهم ايه مع منتخب مصر ان شاء الله؟ بنتمنى لهم التوفيق، وان شاء الله كلنا خلف الجهاز الفني وخلف منتخب مصر لتحقيق حلم الجماهير المصريه ان شاء الله. ان شاء الله. الاستاذ رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. طيب.